دلوقتي ازاي تستخدم قنابل في نفق من غير ما تعرف مين فيه؟ الاوامر كانت عايشين او ميتين ادون. القنابل بتاعتك هتهد النفق ومش هنعرف حتى هم عايشين ولا ميتين. هات الشيخ المقفون اللي عندك ده، الاسهل اننا نقطعه حتت لغاية ما يقول لنا مين اللي كان في النفق. امرك ادون. النفق ده كان في اتجاه الشرق ولا الغرب يا جراهام؟ 30 درجة شمال شرق يا راشيل. طب هات الخريطة كده. بص، نفق كبير، تفتكر هيكون طوله قد ايه؟ مش اكتر من كيلو او كيلو ونص. النفق بص بدايته هنا. لو مشينا على الخريطة كيلو او كيلو ونص هنلاقيه بينتهي جوه منطقة الحصار. يعني مش هيكون ليه اي قيمة، والعرب دول كلنا عارفين انهم خبل، مش هيعملوا نفق عشان يطلع من الجبل لجوه الجبل. طيب نقول 2 كيلو؟ لا، مش اقل من 5 كيلو. مفيش نفق ممكن يوصل للطول ده. هو لازم يوصل للطول ده، عشان كده هيخرج بره منطقة الجبال وهيطلع عند غيطان الزيتون. فين؟ عند غيطان الزيتون؟ في هنا مجموعة أكشاك بيستخدموها عمال الزراعة في منطقة غيطان الزيتون. ده مكان مثالي عشان يكون فيه مخرج نفق. مدهش. في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟ رشاد انت عبقرية بجد. وانت كذاب بجد. صدقيني مش بكذب. ما كذبتش لما قلت انك عبقرية، ما كدبتش لما قلتلك ان نفسي بنتي سونيا تطلع بذكائك ده. طب ايه رأيك بقى لو اجلنا موضوع الشؤون الاجتماعية ده لبعدين وطلعنا دلوقتي على منطقة غيطان الزيتون فورا؟ زيتون مالية المكان كله. كتير حلو صح؟ اكيد. هذا احسن زيتون فلسطيني في فلسطين كلها يا استاذ سليم. زيتون ايش اللي بتحكوا عنه هذا؟ زيتون الله. احنا كنا هنضيع، يا دوب طلعنا من النفق والارض كلها تحت رجلينا ارتجت للانفجار. ده توفيق من ربنا يا غسان، لسه سبحانه وتعالى عايزنا نكمل مهمتنا فبيمد في عمرنا. بس انا قلقان كتير على الشيخ سالم يا شبل. والله عاد شبل هيك حاف مش تتأدب يا بنت. انت ما إلك خص يا اخي، هو مو زعلان. حتى لو هو مش زعلان انا زعلان. غسان مش وقته الكلام ده، لازم نبعد من هنا باقصى سرعة قبل ما يجوا. هيجوا ازاي بعد ما نسف النفق؟ ما تفترضش ابدا ان عدوك ذكاء اقل منك. طيب صحيح، كيف بدهم يوصلوا؟ لو عرفوا اتجاه النفق وبخريطة بسيطة يقدروا يعرفوا انه مش ممكن ينتهي في الجبل، وانه لازم ينتهي في مكان مفتوح، وان ده اول مكان مفتوح بعد الجبل. يعني فكرك هم بهالذكاء؟ دايما يا ادهم افترض عدوك الذكاء، وافترض دايما انه اذكى منك. بكده بس تقدر تحط خطه محكمه، وبكده بس تتفادى شر وتقلل مطر. شبل سرحت في ايش؟ ها؟ ابدا، افتكرت حاجه. المهم خلونا نبعد من هنا باقصى سرعه. بس احنا في عز الظهر والمسافات بين شجر الزيتون كبيرة وواسعة، هيك شايف قدامنا حركة 50 دونم على الأقل، يعني حتى لو جرينا هيشوفنا الأعمى. ما احنا مش هنجري. الله، مش هنجري، وما رح نعمل ايه؟ هنقلع شوية شجر زيتون، أصلي بحب طعمه. يعني ايه مش عارف توصل لهم؟ والله دخيتي يا حازم بيك، حتى غسان مش لاقي له قطر، والاسرائيليين مالين المكان هناك، خايف ادخل ما اعرفش اخرج تاني. طب وايه فايده وجودي هنا اذا كنت مش قادر اوصل لحد منهم؟ راح اعمل محاوله ثانيه. يمكن مفيش هنا يمكن، انت لازم تلاقيهم باي ثمن، والرساله لازم توصل لهم باي ثمن برضو. كل حاجه معتمده على الرساله دي، لازم توصل. انت فاهمني؟ فاهمك يا حازم بيك، فاهمك. فوق الهدف مفيش اثر لاي حد بغيطان الزيتون. اعمل دورة تانية، لازم اتأكد ان مفيش حد هناك. اصل الموضوع مش صعب قوي ادون،
من الارتفاع ده غيطان الزيتون بتبان قدامي بمنتهى الوضوح، وانت عارف لو في فار ماشي بيبان زي نقطة صودة على ورقة بيضة. طيب في مجموعة من الاكشاك على طرف الغيط شايفها؟ طبعا. انسبها ادون جراهام. عارف الصاروخ ثمنه كام وشوية الاكشاك الخشب دي ثمنها كام؟ قلت انسبها، نفذ من غير مناقشة. اعمل دورة تانية وبعدين ارجع. معقول؟ ازاي ما لقاهمش؟ اكيد حساباتك طلعت غلط يا عبقرية. مش ممكن، الا اذا كانوا ما دخلوش النفق ده اصلا من الاساس. ده اللي حنعرفه من الشيخ العجوز لما يوصل. العجوز مش هيقول حاجة، انا عارفة العرب دول لو ملهمش مزاج يقولوا حاجة حتى لو قطعتهم حتت ما يقولوهاش. هنشوف. لحظة واحدة، ابن صبري ده ثعلب مفكر يا، مش عايز كلام. طب لو انت مكانه في غطان زيتون كلها عبارة عن كومة شجر ارض ومسافة بين كل كومة والتانية وعايز تعديها وانت مستخبي، تعديها ازاي؟ قوليلي انت يا عبقرية. انا لو منهم اخلع شوية شجر زيتون واشيله فوق راسي وامشي، وكل ما الهليكوبتر تقرب اقف في صف الشجر، والهليكوبتر من فوق مش هتشوف غير شجر الزيتون. يا بنت الابلسة. مش بقولك عبقرية؟ قول الهليكوبتر ترجع تاني، والمرة دي الطيار يعد شجر الزيتون في كل صف، والصف اللي زايد شجرة يضربه بالنار فورا. مش قلتلك يا ريت سونيا تطلع زي مفيش غير راشيل واحدة حبيبي، وسونيا واحدة برضو. لسه حازم ما وصلش الرسالة لأدهم يا حسام؟ لسه طبعا. كده المرحلة الثالثة من الخطة متوقفة، لأن الرسالة لو ما وصلتش لأدهم مش هيعرف يخرج من إسرائيل، وكل يوم يقضيه هو وأيمن هناك بيزود احتمالات وقوعهم في إيد الإسرائيليين. المشكلة التانية يا فندم إن الاتنين التانيين اللي سبقوا حازم واخدين تأشيرة سياحية لإسرائيل ولازم يخرجوا في خلال 3 أيام بالكثير. المسألة كده اتعقدت، اتعقدت قوي. مفيش أي صف غير منتظم أدون، أنا شايف غطان الزيتون كلها قدامي سليمة. دور كويس. دورت مرتين أدون جراهام، مفيش أي صف زيادة. طب دور مرة ثالثة وبعدين ارجع. غريبة قوي، أول مرة استنتاجاتي تطلع غلط. لأن خيالك واسع قوي يا عزيزتي راشيل. لا 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 لا، ده مش خيال، أنا ببني كل حاجة بالمنطق، والمنطق كان بيقولي كده، بس الواقع بيقول غير كده. أنا ممكن أكذب الواقع لكن مش ممكن أكذب منطقي. عندك اقتراح؟ طبعا، خليه ينزل بالهليكوبتر وسط الغيطان. الرؤية الرأسية ممكن تخدع، لكن الرؤية الأفقية هتدي صورة أوضح. ازاي؟ ينزل يمشي على رجليه ويدور وسط أشجار الزيتون؟ لا 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 لا، يطير على ارتفاع منخفض. نجرب. إلى رخ واحد، إلى رخ واحد، اهبط على ارتفاع متر ونص، عايز تقرير عن الرؤية الأفقية. الرؤية الأفقية سلبية. لحظة، في نقطة مثيرة للشك، اقرب منها و... ايه ده؟ صبري، ابعد فورا 3 سيارات ثانية فورا. اهدى شوية يا جنرال أهروني، ال24 ساعة ما فاتش غير نصهم من غير أي نتيجة أو حتى أي حاجة توحي بنتيجة يا إفرايم. بس لازم نديهم وقتهم. حديهم وقتهم، لكن بعد ال24 ساعة مش حديهم فرصة يستنوا دقيقة واحدة في الموساد. حقك يا جنرال، حقك.
الحقيقة انك مدهش يا شبل. الصراحة انا عمري ما شفت شاب مثلك. بترد عم غسان. المرة هاي مش قادر افتح تمي معاك يا سلمى. انا مبهور مثلك بالضبط. والله ما انت لوحدك المبهور، انا كمان مبهور. وانت لازم تقول لي مين دربك يا شبل. ما السرعة اللي هجبت بيها على الهليكوبتر وهي على ارتفاع متر ونص عن الارض والرشاقة اللي نطيت بيها، بتقول انك اتدربت على ايدين استاذ. وانا الحقيقة في حياتي كلها ما اعرفش غير اتنين يقدروا يوصلوا شاب زيك للمستوى ده، حسام او صبر الله يرحم. ما تبلفش او كده يا سليم. ده واضح انك مش عاوز تقول حاجة، بس على الاقل يعني قولي وريحني، احنا رايحين على فين؟ هنزلكم قرب منطقة لينا فيها منزل امن، وهبعد انا الهليكوبتر عنكم بمسافة معقولة عشان ما يقدروش يعرفوا انتوا فين. طيب وانت؟ ما تقلقش انا عارف العنوان يا غسان. انت مصر تقلقنا عليك عطول هيك؟ ما تقلقيش يا سلمى. طب اوعدني انك انت رح ترجع لي سليم. رد غسان. هذا انا ولا كاني موجود. هو انا ايش؟ بقيت هوا ولا ايش القصه؟ اوعدك. لا انزل انا هان احسن. يا راجل خليك. كلكم هتنزل. يلا. انت شايف في خيالك الصورة اللي انا شايفها يا جراهام؟ بحاول اطردها من دماغي. مش عارف يا رشيل، احنا نزلنا الطيارة لحد ارتفاع متر ونص، كأننا بنساعد ابن صبري في الفخ اللي كان عامله لنا. الطيارات الهليكوبتر الثلاثة في طريقها ليه، وانا اخترت ثلاث طيارين محترفين. اما نشوف. بس انت مش مستغرب ان ابن صبري في السن ده ويقدر يسوق هليكوبتر اساسا؟ انا ما بقتش عارف هو يقدر على ايه وما يقدرش على ايه. التشكيل كامل بالهليكوبتر الثلاثة. خلاص اهجموا، انسفوه من غير انذار. غدا رجل المستحيل العملية شبه.